وقعت حادثة سير خطيرة عصر يوم الاثنين الموافق للسابع نوفمبر الجاري جراء اصطدام قوي بين 7 سيارات وشاحنة من الحجم الكبير بالطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء على مستوى بوسكورة بإقليم النواصر بالدار البيضاء الكبرى، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وخلف خسائر مادية كبيرة. وأفادت بعض المصادر بأن السلطة المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية انتقلت فور إشعارها إلى مكان الحادث قصد القيام بالمتطلب واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة وفق كل اختصاص، حيث تم نقل المصابين صوب المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لإصاباتهم التي وصفت بالحرجة. وحسب المعطيات الأولية تضيف ذات المصادر فإن أسباب الحادث لا زالت مجهولة، رغم أن عامل السرعة والتهور مرجح بقوة في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي بحثا بخصوص هذه الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.